احنا قاعدين نسمع الايام هذه انه ميسي مو داخل التمارين بشكل مباشر مع المنتخب الارجنتيني، هل يؤثر عليه بدايه المباراه، ولا هذا ليس مرتبط انه لازم يتمرن مع المنتخب حتى تمارين رسميه حتى يكون مشارك؟ شوف طبعا يعني انا شفت مباراه الارجنتين والامارات، ميسي لعب المباراه وخرج بعد يعني الظاهر وكمل المباراه الظاهر حتى ما طلع، فما اشوف ما كان في اخبار، بس برضو في اخبار ثانيه انه كمل التمرين كامل اليوم. يعني هو الجاهزيه جاهز، بس عاد هو من البدايه ولا لا؟ لكن المنتخب الارجنتيني من حتى في وقت مارادونا ما كان بالانضباطية الموجودة الآن. يعني المنتخب الأرجنتيني وجد ضالته في هذا المدرب اللي لم يكن من السوبر ستار، يعني هو مدرب كبير أكيد، ولكن ما كان من الأسماء الكبيرة التاريخية للأرجنتين. الأرجنتينيين كانوا في سابق عهدهم أنه يكون مدرب كبير واسم كبير أو خبرته كبيرة، لا المدرب هذا يعني صحيح أنه كان من المميزين بس ما كان الاسم الكبير، حتى ما كان في قناعة فيه. حصوله على كأس كوبا أمريكا وعدم خسارته 36-37 مباراة، اليوم الأرجنتين تصنيفها في الرانكينج أظن الثالث على مستوى العالم، أداء عظيم من أغلب اللعيبة اليوم. صحيح أن ميسي هو اللاعب الأعظم في العالم الآن، لكن الأرجنتين عنده لعيبة ثانيين كثير كويسين. يعني في السابق انا اتكلم، يعني لما تتكلم عن ارجنتين 2018 او ارجنتين 2014 او لا 14 يعني وصلوا النهائي 2010، كان الفريق يعني خطوطه الخلفيه الضعيفه، صحيح انه ممكن تجد عنده مهاجمين كويسين، كان الفريق الا ما تلقى فيه نقاط ضعف. اليوم الارجنتين من الحارس الصراحه العظيم الى ميسي ودي ماريا وهذا مهاجم الانتر، يعني الفريق كله لاول مره ال 11 لاعب الارجنتين، يعني هذه صارت في البرازيل، صارت في فرنسا، صارت في اسبانيا، الارجنتين ما قد صارت. يعني حتى الارجنتين لما اخذت كاس العالم 86 كان فيها نقاط ضعف، لكن كان معهم المعجزه مارادونا. في 90 لما لعبت النهائي نفس الشيء، كان عندهم نقاط ضعف كبيره ولكن كان في مارادونا، في كانيجا. اليوم الارجنتين ال 11 اللي في الملعب كلهم سوبر ستار، وهذا يعني فلا نقعد احنا نقول غاب فلان، يعني حتى لو غاب ميسي فريق يعني مؤهل فوق، مرشح فوق العاده للوصول الى نهائي الى المباراه النهائيه او تحقيق الكاس. مباراة صعبة، ما اتوقع انه يعني ميسي جاهز او غير جاهز، احنا شفناه لعب مباراة مع الامارات كان في غاية يعني الجاهزية، وحتى في الدوري الفرنسي العام ما كان كويس، لكن السنة هذه قاعد يقدم افضل مستويات له.